طبعا الناس اللي تجي هنا للفرات تشعر بالذعر، لان هذا الانخفاض اللي صاير بالماي غير مسبوق، وصل الى درجه يعني لاول مره نشوفه، يعني بدات تظهر جزر داخل جزر يعني داخل الحوض الفرات، والناس قاعده تقول هذا الجفاف اول مره يصير هيك. فصارت يعني تفكر يعني هل معقول من المعقول ان ينشف الفرات؟ واسباب الانخفاض اسباب هواي، منها تجاوزات ومنها السدود على دول المنبع، السدود على نهر الفرات. باعتبار هوايه الصيد هذا الانخفاض جدا اثر عليه، السمك ما جاي ياكل، السمك يعني هم يشعر بالذعر، هم يخاف، يعني هذا الانخفاض يخوفه، يعني فيبحث عن شلون تقول اماكن عميقه. يعني اذا ما قسناه الى الايام القليله الماضيه الى ما قبل اسبوع ما كان هيك النسب، يعني الملاحظ والشاهد العيان حتى يقدر انه بالمتر او اكثر من متر. الجهات الحكوميه انه بسبب وجود اراضي زراعيه متجاوزه على الخطه المقرره للمحافظه وحتى المحافظات البقيه، لكن هذا غير مقنع، يعني بحسب ما نلاحظه، لانه يعني في كل عام وكل موسم زراعي قاعد نلاحظ اكو يعني اكو اراضي زراعيه متجاوزه، لكنه السلام عليكم. الملاحظ انه من دول المنبع هناك مشكله، لا توجد سياسه مائيه حقيقيه مع دول المنبع للحفاظ على الحصص المائيه للعراق،